الركعات والقعود في بعضها، وهل يجوز أن يكون إماما وهو قاعد؟ وهل يصلي المأموم خلفه قياما أم قعودا؟ وهل ينقص القعود الفضل الدكتور محمد نبي الغنام ومستشار الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالقيام في الصلاة أثناء قراءة الفاتحة ركن من أركانها، على القادر لا تصح صلاة القادر عليه إلا به، كما قال تعالى وقوموا لله قانتين، ولأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أما عند العجز عن القيام لسبب صحي أو لعذر السفر بالطائرة ونحوها فالقعود جائز حيث لا يمكن غيره، وكلما تيسر القيام في بعض الصلاة كركعة أو ركعتين فهو أولى من القعود في الجميع، لأنه الواجب والأساس، والقعود هو البديل وليس العكس. وهذا القعود للعاجز عن القيام لا ينقص من أجر الصلاة فرضا أو نفلا، لأن القاعد لم يفعل ذلك استخفافا وراحة، بل فعله رغما عنه، وهذا وسعه وطاقته، كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال فاتقوا الله ما استطعتم. أما القعود الذي ينقص الأجر فهو قعود الصحيح القادر على القيام في صلاة النافلة، فله عندئذ نصف أجر القائم فقط، ولا يجوز ذلك في الفرائض. ويجوز للعاجز عن القيام أن يكون إماما وهو قاعد ما دام هو الأعلم والأقرأ للقرآن، ويصلي الناس خلفه قياما على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن القيام فرض عليهم لقدرتهم عليه، وأجاز بعض الفقهاء أن يصلوا قعودا لمتابعة الإمام، وكلا الأمرين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه الشيخان، وقيل إن هذا الحديث منسوخ بالآية الكريمة وقوموا لله قانتين. هذا وبالله التوفيق.